السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا بينا نكمل الحلقة الجديدة من أجمل روايات تطبيق كوكب، رواية عودة عشقها، وهتلاقوا رابط تطبيق كوكب في صندوق الوصف للفيديو وفي أول تعليق مثبت. وخلاص وصلوا المأذون واتجوزوا ورانا أصبحت زوجته على سنة الله ورسوله. آدم كان عنده إحساس بلذة غريبة ما كانش عارف سببها، لكن كان يتمنى إنهم يتمموا جوازهم في ظروف أحسن من دي. رنا كان باين على وشها إنها مش سعيدة، وعينها دمعت أول ما المأذون سألها إن كانت موافقة تبقى مراته ولا لأ. رنا قاعدة طول الطريق جنبه ما بتتكلمش ولا كلمة، هو كمان باصص في الطريق ومركز مش عايز يركز معاها. وعند مول كبير قوي وقف آدم ونزلها واختار لها هدوم كتيرة جدا وجميلة وقال لها رنا ادخلي بسرعة اسيهم يلا بسرعة علشان نلحق نسافر. رنا ما كانتش عارفة تتكلم وبصت له لقيته بقول لها أظن يعني ما ينفعش تدخلي على أهلي وانت بالمنظر ده. رنا بتبص لنفسها وهي فعلا بتقول لنفسها عنده حق، بقالها تقريبا أكتر من 10 أيام لابسة نفس الهدوم. رنا خرجت من البروفة وهي لابسة بلطو وبنطلون. آدم بقول لها ما قستيش الهدوم التانية ليه؟ لا أنا عايزة الطقم ده بس علشان أعرف أديلك تمنه. آدم اتعصب منها وخد منها الحاجة وراح حاسب عليهم. كان اشترى ليها فساتين ولبس كتير جدا. آدم شدها من إيدها بعصبية وخدها ودفعوا تمن الهدوم ونزلوا على العربية. بقولك إيه، مش عايز كلام ورغي كتير، هتلبسي الهدوم دي غصب عنك، ما أنا مش هاخدك لبيت أهلي كام يوم بنفس الطقم، سامعة ولا لأ؟ أنا أصلا مش عايز أروح بيت أهلك، صح؟ وإنت اللي واخدني غصب عني. آدم قرب منها، رنا بترجع خطوات لورا لحد ما راسها اتخبطت في باب العربية. عارفة كلامك ده لو ما تعدلش أنا هرد عليكي بطلقة واحدة بالمسدسي، وعلى فكرة محدش هيسأل عنك. إلا قوليلي، نسيت أسألك، أخوك يعني ما سألش عنك؟ لو سمحتي آدم ملكش دعوة بأخويا، هو ما جابش سيرتك وإنت كمان ما تجيبش سيرته. آدم بيفتكر إن أخوها كان له يد كبيرة جدا وتسبب في بعدهم عن بعض، لكن لسه السر ده مخفي عننا، إحنا ما نعرفش إيه اللي خلاهم بعدوا عن بعض بعد كل الحب الكبير ده. آدم كمل طريقه وهو مش عايز يبص لها، وبعد نص ساعة وصلوا بيت أمه. البيت كان واسع جدا ومكون من دور سفلي ودور علوي وجنينة واسعة جدا. آدم رن جرس بيت أمه وفتحت له واحدة ست بتساعد أمه في البيت. الست عنايات بتقول له يا أهلا وسهلا بالباشا اللي منورنا، بنورك يا دادا، إزيك وماما فين؟ الست عنايات بتبص الرنا من فوق لتحت وبتقول الست عايدة جوه مستنياكم من بدري، يا أهلا وسهلا نورتي يا آدم باشا. رنا كانت حاسة بتوتر جدا، خلاص هتقابل عايدة هانم اللي ياما آدم حكالها عنها وعن شخصيتها القوية وإنها جادة جدا، دي حتى كمان من كتر قسوتها خلت آدم بعيد عنها وساب لها البيت وقرر إنه يعيش لوحده. آدم دخل يسلم على أمه، إزيك يا أمي وحشتيني. الحمد لله يا حبيب أمك، إزيك أنت، تعال قرب مني. الست عايدة كلها كبرياء وجبروت بتبص الرنا من فوق لتحت. آدم ببص لها وبقول رنا مش ناوية تسلمي على حماتك ولا إيه؟ رنا قربت علشان تحضن أمه وتبوسها، هي فاكرة يعني إن الست مرحبة بيها، لكن الست عايدة بصت لها من فوق لتحت ومدت إيدها بقرف وسلمت عليها بطراطيف صوابعها. آدم اتكسف جدا من موقف أمه،
حتى رنا وشها احمر من الكسوف وبصت في الأرض، ومن بعيد جاية بتجري بنت جميلة اسمها سارة وشايلة ابنها الصغير اللي عمال يعيط وبتقول: آدم انت جيت يا حبيبي وحشتني، حمد لله على السلامة. سارة بتحضن آدم وتسلم عليه. بقولك ايه يا آدم، مين البنت الحلوة دي؟ دي مراتي يا سارة، رنا مراتي. الله انت اتجوزت يا راهب؟ يا ست اتجوزت، مش هتقوليلي مبروك ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي مبروك ومليون مبروك كمان. وسارة قربت من رنا وسلمت عليها وخدتها بالحضن. بسم الله ما شاء الله، مراتك زي القمر يا آدم. أما أمها الست عايدة هانم بتقول: مش قمر ولا حاجة، مش قوي يعني. سارة بتبص لأمها وبتقول: إزاي يا ماما، لا لا لا، بذمتك مش حلوة، دي زي القمر يعني مش بطالة. آدم كان حاسس بالحرج وحاسس إن أمه أعلنت الحرب على رنا، علشان كده كان بحاول يقفل الموضوع وقال لهم: طب بعد إذنكم إحنا هنطلع نستريح شوية. دخلت رنا مع آدم الأوضة وقعدت على الكنبة وهي ساكتة جدا. آدم كان عارف إن أمه أحرجتها لكن مش قادر يتكلم ولا يدافع عنها. رنا اعملي حسابك ان احنا الاتنين هننام في الأوضة دي. تمام يا آدم، بقولك ايه، مش محتاجة اقولك، حتى الجن الازرق ما يعرفش اللي بينا. اطمن يا آدم مش هتكلم. انا عارف انك مش هتتكلمي، مش قلقان منك. بقولك ايه، اعملي حسابك احمد جسارة عايش هنا، يعني تاخدي بالك من لبسك. لبسي اللي انت مختاره مش كده؟ بقولك ايه، اسمعي الكلام، تاخدي بالك من لبسك وتاخدي بالك من حركاتك وكلامك، الحركات ده انا عارفها كويس. لا ما تخافش يا ادم باشا، انا هعمل المطلوب مني علشان انا كمان عايز اخلص من الهم ده في اسرع وقت. تقصدي ايه بالهم ده؟ اقصد اني هسمع الكلام زي ما قلت بالظبط يا ادم باشا، في اي اوامر تانية او اهانة لسه عايز تدهالي؟ اتعدل احسلك، اقسم بالله لو جربتي ألم مني هتموتي في مكانك. لا يا ادم بيه، ما انا جربت وما حصليش حاجة، لو عايز تجرب تاني اتفضل، بقت عادي. على فكرة يا رنا، انا لحد دلوقتي عامل حساب لحاجات كتير قوي، وانت بقلة ادبك دي بتخليني ازعلك. على فكرة يا ادم باشا، انا مش قليلة الادب، وتتكلم معايا انا بنت ناس، ولو انت راجل خلي عندك كرامة وطلقني. ادم مش قادر يستوعب كلامها وبفكر انه ينزل فيها ضرب علشان يشفي غليله، لكن ايده مش مطوعاه انها تتمد تاني عليها. ادم بيقول لها: رنا انت بكده بتفتحي على نفسك طاقة جهنم. وسابها ونزل تحت، وقابل وهو نازل على السلم أحمد جوز أخته اللي ما كانوش بيستظرفوا بعض. أحمد بسماجة وقلة أدب بيقول له: أهلا أبو النسب، والنبي مش معاك 200 جنيه؟ أصلي مش معايا فكة. اتفضل يا أحمد، وبعد كده يا أخويا ابقى فك المتينات بتاعتك يا فييس أنت. مقبولة منك يا أبو نسب يا حبيبي. آدم وهو ماشي بيكلم نفسه وبيقول على أحمد: جاتك القرف، راجل سمج. آدم قعد في الجنينة بيفكر في رنا اللي ياما أرهقت عقله وقلبه، بيتمنى لو كان جوازهم في ظروف أحسن من كده، لكن دلوقتي بقى كل اللي بينهم هو الكره والعناد. وبعد فترة بتدخل الدادة عنايات علشان تنادي على آدم علشان يتعشى هو ومراته. آدم طلع الأوضة علشان ينادي رنا عشان تنزل تساعد سارة في تجهيز العشاء. رنا كانت نايمة على الكنبة. آدم بيبصلها بعصبية وبقول: انت يا زفتة. لكن رنا نومها تقيل جدا. آدم بعيد الكلام وبقول: انت يا زفتة، ما تقومي يلا. رنا قامت مخضوضة وبتقوله: في ايه يا آدم، انت بتزقني كده ليه؟
انا بنادي عليكي من الصبح مش بتقومي، عايزه انا اعمل لك ايه يعني؟ عايز مني ايه يا ادم؟ بقول لك ايه، مش مفروض تنزلي تساعدي ساره في تجهيز العشاء؟ حاضر. رنا قالت له كلمه حاضر من غير حتى ما تبص له، ونزلت بكل ضعف. ادم كان بيحاول يستفزها وعايز بينه وبين نفسه بس يسمع صوتها. رنا نزلت المطبخ وشافت ساره بتحضر العشاء. مساء الخير يا سارة، تحب أساعدك في إيه؟ لأ طبعا يا حبيبتي، هتساعديني في إيه يعني يا عروسة؟ اقعدي إنتي وأنا هعمل كل حاجة. لأ طبعا لازم أساعدك، قولي بس لو سمحتي أساعدك في إيه؟ لأ يا حبيبتي والله العظيم ما في أي حاجة، روحي إنتي بس اقعدي على الأقل، يعني ده أول يوم ليكي، وبعدين يعني أنا جهزت كل حاجة. رنا سمعت كلام سارة وراحت تقعد على السفرة، ومن بعيد شافت عايدة هانم وآدم داخلين عليها. عايدة بتبص لرنا بقرف وبتقول ايه ده، امال انت قاعدة كده ليه؟ مستنية الاكل يجي لسيادتك وانت قاعدة؟ لا والله يا طنط، انا رحت اقول لسارة ساعدك بس هي مش محتاجاني، وقالت انها خلصت خلاص. وايه يعني، ولو تفضلي واقفة جنبها برضو تساعديها؟ حاضر. وسابتهم رنا ودخلت وهي الدموع في عينيها. دخلت المطبخ وهي مكسوفة ومش عايزة تاكل ولا عايزة تقعد في البيت ده لو لحظة واحدة، وجت لها سارة من وراها. مالك يا رنا يا حبيبتي، في ايه؟ رنا بتمسح دموعها وبتقول لا ابدا يا سارة، مفيش حاجة، انا بس جيت اشوفك محتاجة حاجة ولا لا. لا يا حبيبتي انا مش محتاجه حاجه، وقلتلك كل حاجه جاهزه، يلا يا حبيبتي عشان نتعشى. وبره على السفره ادم زعلان في نفسه وبيقول لامه لو سمحتي يا امي ما يصحش اللي انت قلتيه ده، اكيد رنا اتضايقت. هتتضايق من ايه يعني يا ادم، ما هي اللي قاعده وعامله نفسها ضيفه. لا يا امي، هي فعلا لسه ضيفه، ولو حتى تحترميها اول يوم هي برضو مراتي. خلاص يا آدم يا حبيبي ما تزعلش، أنا هراضيها. ووقت العشاء عايدة بتحاول إنها تراضي رنا، لكن بطريقة آدم هو بس اللي فاهمها. بتقول لرنا بقولك إيه يا رنا، اوعى يا حبيبتي تكوني زعلتي مني، أنا مش قصدي أزعلك خالص، ده أنت حتى زي بنتي. رنا بتبص لها وهي حاسة إن اتفتح عليها أبواب جهنم، لكن رنا عايزة ترد بحاجة معينة. ولحد هنا يخلص الفصل السادس، انتظروني.